كلمة قرار تتضمن بمعناها انكم عم تختاروا امر واحد من بين امور اخرى كتيرة. بالواقع بمعناها الجذري للكلمة تعني قطع. من خلال اتخاذكم لهالقرار انتو بتلغوا جميع الخيارات الاخرى. اذا قررتوا على امر انتو عم تقطعوا الخيارات التانية من اجل هالخيار يلي قررتوا عليه. وهيدا المعنى الحقيقي لاتخاذ القرار. ومن اجل هيك تحديدا اليوم في ناس كتار غير حاسمين بقرارهم، لانه ما بدهم يلغوا الخيارات الاخرى. لكن الكتاب المقدس بحسنا لنكون حاسمين بقرار مستقبلنا الابدي. القرار يلي مناخده هون وهلا رح يقرر وين رح نقضي ابديتنا، وين رح نقضي ابد الابدين. نحن ما عم نتكلم عن مئات السنين او الاف السنين، لكن عن ابد وابد وابد الابدين. حضارتنا المعاصرة اليوم ما بتحب الناس الحاسمين. نحن منمدح غير الحاسمين، منقول خلوا خياراتكم مفتوحة. اليوم يمكن تميلوا لأمر وبكرة يمكن تميلوا لآخر. والمشاعر هي عدوة القرار الحاسم، لكن الاتكال الكامل على المشاعر صار دليل حياة حضارتنا المعاصرة. فعنا اليوم كنايس مليئة بالناس يلي أضافوا يسوع ببساطة لكل الأمور الأخرى بحياتهم. زادوا يسوع على كل الخيارات الأخرى بالحياة. بالنسبة لإلهم يسوع مجرد بوليصة التأمين إضافية للتأكيد فقط، مع أنه يسوع وضح بشدة أنه إذا قررتوا عليه لازم تقطعوا جميع الخيارات الأخرى. اسمعوا شو قال يسوع بمتى 7. قال: ادخلوا من الباب الضيق، وهو يسوع وحده، يسوع فقط. ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. كرمال هيك قال: أنا هو الطريق والحق والحياة. يسوع أبدا 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 ما استخدم كلمات مضلة، ولا استخدم كلمات غامضة عن كلفة التلمذة. ما استخدم أبدا عبارات مخفية صعب أنه تقدروا تلاقوها. أبدا أبدا أبدا. لكنه قال: إذا بتجوا لعندي لازم تقطعوا كل الخيارات الأخرى. إما أنا رب الكل أو مش رب أبدا. إذا بدكن حياة أبدية لازم تاخدوا قرار وتتبعوا هالقرار بخطوات عملية. بدكن تروحوا على السماء؟ فأنتو لازم تآمنوا أنه يسوع وحده بيقدر يوصلكن على السماء، وخطته للخلاص هي الخطة الوحيدة يلي رح تسمح لكم تدخلوا على السماء. بالواقع ما بتقدروا تدخلوا على السماء إذا بتآمنوا أنه يسوع هو طريق من بين طرق أخرى منيحة. كل مخلوق بشري موجود على الأرض لازم ياخد قرار مع يسوع أو ضده، إما يصدق أعظم كذبة أو يصدق الحق. لازم ياخد قرار إما مع أقدم خدع الشيطان أو مع فداء يسوع المسيح، إما مع طريق البشر أو مع طريق الله، إما أنه يجي من خلال الباب الضيق أو من خلال الباب الواسع، إما يقبل الحياة الأبدية بالسماء أو الحياة الأبدية بالعذاب، إما يقبل الحياة السلام والفرح والاكتفاء هون وهلأ وأبدية مع يسوع بالنهاية، أو رح يختار حياة الذنب والفراغ والضلال والدينونة الأبدية بالنهاية. لازم تاخدوا قرار. اليوم بدي احكي لكم عن موضوعي المفضل من بعد يسوع، وهو السماء. انا بحب فكر بالسماء. بقوم بكل خططي، بكل اوقات صحوة، كل نشاطاتي
وكل قرارات يلي بخدها على ضوء السما. بدي قلكن اولا انه السما محجوزة فقط ليلي اخدوا قرار يتبعوا المسيح وحده. السما محجوزة فقط للناس يلي قبلوا يسوع كطريقهم الوحيد للسما. السما محجوزة فقط ليلي بحبوا يسوع وبيخدموا يسوع وبيطيعوا يسوع بهالحياة. السما محجوزة فقط لكل يلي بيعترفوا بخطيتهم وبفشلهم وبيبحثوا عن المغفرة فقط من حمل الله يلي سفك دمه من أجل خطايانا. السما محجوزة فقط لجميع يلي بيعترفوا انه ما بينقبلوا عند الله الآب إلا من خلال الله الابن. سبع أمور بعلمنا إياها الكتاب المقدس عن السما. أولا، الكتاب المقدس بعلمنا انه السما هي مكان حقيقي، هي مكان حقيقي، هي مش حالة ذهنية، هي مش فكرة مجردة، ولا هي مجرد فكرة تمني، هي مش عبارة مجازية. المعلمين الكاذبين والوعاظ الكاذبين عبر الأجيال علموا هالأمر، لكن هيدا مش الحق، لأنه لما يسوع حكى عن السماء، وتذكروا أنه هو الجاي من السماء، لما حكى عن السماء لتلاميذه بيوحنا الإصحاح 14 قال أنا رح أصعد لحتى أحضر حالة فكرية لإلكن. رح أصعد لحتى أحضر صورة مجازية لإلكن. رح أصعد وأحضر فكرة مجردة. لا، قال أنا رح أصعد لأحضر لكم شو؟ مكان لإلكن. والكلمة اليونانية توبوس بتعني مكان حرفي. هو ما قال رح أصعد لحضر حالة فكرية، بل قال رح أصعد لحضر لكم مكان. وبأعمال الإصحاح 7 بينما استيفانوس كان عم بيرجم حتى الموت وعلى وشك انه ينتقل على السما، نقرا انه بيشوف بعيونه الروحيه السما مفتوحه وابن الانسان جالس عن يمين الله. وبعدين برؤيا الاصحاح 4 الرسول يوحنا بيمنحنا لمحه عن السما وبيقول بالاصحاح 4 بيقول بعد هذا نظرت واذا باب مفتوح في السماء. مش فكره مجرده ولا صورة مجازية. السما هي مكان حقيقي، فيها ناس حقيقيين عندهم أجساد حقيقية وحياة حقيقية وفرح حقيقي والسلام حقيقي، في ملائكة حقيقيين بالسما، والسما هي موطن الحقيقي. السما ثانيا، السما هي مكان شركة متواصلة مع الله. لما دي المودي كان على فراش الموت سألوه شو أكتر شيء متشوق له بالسما؟ فكروا أنه رح يحكي عن طرقات الذهب وبوابات اللولو، لكنه قال أنا رح أقضي أول 1000 سنة بالسما عم بتأمل بوجه يسوع. قال ما بهموني بوابات اللولو وطرقات الذهب شو ما كانت. وهيدا بالتحديد يلي قاله الرسول بولس بكورنثوس الأولى 13، قال فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. السما تتمحور حول يسوع، السما بتتمحور حول يسوع. ومن أجل هيك لكل يلي بحبوه فرحنا الأعظم إنه نشوفه وجها لوجه. السما هي مكان حقيقي. ثانيا، السما هي فعلا مكان شركة متواصلة مع يسوع. ثالثا، السما هي مكان راحة من معاركنا. اسمعوا شو بيقول يوحنا برؤيا 14-13. بيقول يوحنا وسمعت صوتا من السماء قائلا لي اكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. هلأ مجددا بعض الناس عبر السنوات فسر هالأمر على أنه رح نكون عاطلين عن العمل بالسماء، أنه رح نستلقي وننام بالشمس، و انه رح نستلقي وما نعمل اي امر، او انه رح نجلس على الغيوم البيضاء ونعزف على القيثارة. لا لا لا، مش هيدا المقصود هون. يمكن هيدي رؤية للمجتمع الرائع، يمكن هيدي رؤية للصفقة الجديدة، لكن هيدا مش رؤية للسما. رح نكون عم نشتغل بالسما، رح نكون عم نشتغل أكثر من أي وقت مضى. بالواقع الراحة يلي عم بيحكي عنها هون هي راحة من المعارك يلي منمر فيها، المعارك الروحية، المعارك مع الشيطان، والمعارك مع الجسد، والمعارك مع العالم. هون على الأرض
نحن دائما عم نحارب التجارب هون، دائما عم نحارب ونحاول انه نمنع العالم من انه يحاول يقولبنا على ذوقه. نحن هون عم نحارب رغبات جسدية، وهون عم نصارع مع قوى روحية بالسماويات، لكن بالسما ما رح يكون في خطية، ما رح يكون في شيطان، لانه رح يقيد ويرسل لبحيرة النار. ما رح يكون في تجربة تخدنا صوبة وتبعدنا عن محبة يسوع، لأنه نحن رح نكون معه وما في خطية مطرح ما يسوع موجود. آمين. وهذا بيوصلني للنقطة الرابعة عن السماء. رح تكون مكان لخدمة الرب، رح تكون مكان لخدمته. رؤية 22:3 بتعلمنا: ولا تكونوا لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها، وعبيده يخدمونه. بالواقع كل واحد من كتاب العهد الجديد، بولس خادم للرب يسوع المسيح. شو هالشرف؟ يهوذا أخ يسوع، عبد يسوع المسيح. خدمتنا رح تنطلق وتكمل بالامتنان لله، والامتنان ليسوع على خلاصنا، الامتنان ليسوع على فدائنا، الامتنان ليسوع لأنه خلصنا وجابنا للسما بالأصل. خدمتنا للرب رح تشمل أنه نملك ونسود معه. عارفين هالنقطة؟ هيدا يلي قاله يسوع، هيدا يلي قاله يسوع بمتى 25:23. قال انه رح يقول لعبيده الامنة: نعم ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل فاقيمك، معناها تحكم، تقدروا تقولوا تحكم، على الكثير. بالتالي ضروري نكون جاهزين لانه نسود ونحكم مع المسيح، بانه نسود ونحكم على اهوائنا وشهواتنا ومنزلنا. يا اخوتي بدي اسألكن: هل انتو امنا بالقليل يلي اتمنكن الله عليه؟ لانه امنتكن بالوقت يلي اعطاكن اياه، بالمال يلي اعطاكن اياه، بالطاقة يلي اعطاكن اياها، وبكل الامور يلي اتمنكن عليها، امنتكن بيلي عندكن اياه هون وهلأ رح يحدد قديه رح تحكموا وتسودوا معه بالسما. السما هي مكان حقيقي، السما تانيا هي مكان شركة متواصلة، ثالثا السما هي مكان راحة، رابعا السما هي مكان خدمة، وخامسا السما هي مكان المعرفة فيه فياضة. بكورنثوس الأولى 13 بيقول بولس: الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. هون وهلأ عنا أسئلة، وغالبا ما منصرخ للرب: ليه يا رب؟ ليه هالمرض؟ ليه هالمعاناة؟ ليه هالوباء؟ ليه هالخطية؟ ليه هالزلازل والعواصف؟ ليه؟ لكن هونيك نحن ما رح نطرح هالأسئلة، ما رح يتوجب عليكم تطرحوا هالأسئلة، لأنه بالسما رح تشوفوا مثل ما الله بيشوف، ورح تفهموا مثل ما الله بيفهم، ورح تعرفوا مثل ما الله بيعرف. أمين. أمين. النقطة السادسة عن السماء هي التالية: هي مكان المجد المستمر. لما الناس يلي بينتموا ليسوع بيقضوا وقت أطول بالتخطيط لإجازتهم، أو بالتخطيط لتقعدهم، أو بالتخطيط لوين رح يعيشوا، وما بيقضوا أي وقت أبدا بالتفكير عن المكان يلي رح يقضوا فيه أبديتهم، في خطأ ما بخلاصهم. قال بولس: جربوا أنفسكم باستمرار، قدي من حياتكم ومن عالمكم هون تحفيزه هو السما. كم مرة فكرتوا حقيقة ببيتكم الأبدي؟ ما بتقدروا تقدوا حياتكم عم بتخططوا لهالحياة وحدة من دون ما تفكروا بالسما وتخبرونا إنكم تنتموا ليسوع. هالأمر بيرسم صورة خطأ. هيدا لأنه كل المعاناة، كل الألم، كل الحزن، وكل المآسي يلي منختبرها هون تضعف وبتغلبوها لما بتبتدوا تفكروا بموطنكم الأبدي. وثقوا فيي، جربوها، بعرف أنه بتنجح. اسمعوا شو بيقول الرسول بولس بكورنثوس 2:4-17: لأن خفة
ضيقتنا. بقصد فكروا بهالنقطة، عم بيقول خفة ضيقتنا. عن شو عم بيحكي هون؟ هالرجل تعرض للضرب، تعرض للجلد 39 جلدة مرتين، لأنه الجلدة 40 بتودي للموت، فتوقفوا عند 39، رجم للموت، انترك بين الحي والميت على الأقل 3 مرات، انسجن وانجلد. وبيجي هلأ وبيقلنا لأن خفة ضيقتنا. اسمعوا اسمعوا باقي الآية، اتفقنا؟ لأن خفة ضيقتنا، ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. بيقول كل مرة فكر بألمي ومعاناتي وكل الاضطهاد والكراهية والرفض من المعلمين الكذبة، كل مرة بوزن هالأمور بجهة من الميزان، وبعدين بقارنا مع المجد يلي ناطرني بالسما بالكفة التانية، كفة المجد السماوي، بترجح تلقائيا وبصير ألمي خف الريشة. فاسمحوا لي اسألكن، هل انتو عم تعانوا من الظلم؟ فكروا بمجدكن السماوي، هل الآخرين عم بيكذبوا عليكن وعم تشعروا بالأذى والألم؟ فكروا بمجدكن السماوي. هل عم تختبروا انتقاد غير عادل وهجومات ظالمة؟ فكروا بالمجد السماوي. هل يساء فهمكن ويساء معاملتكن من أجل البر؟ فكروا بالمجد السماوي. بالواقع كلمة مجد بتعني، ومجددا الناس كتار ما بيفهموها، لكن اسمعوا، المجد بيعني إعلان صفات الله بيسوع المسيح. اسمعوني بانتباه، بالسما صفات الله بيسوع المسيح رح تعلن فينا، نحن رح نتحول لنكون مثله، رح يصير عنا صفات يسوع نفسه. كولوسي 3-4 بتعلمنا متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه. وين؟ بالمجد. رح نشارك معه بمجده ورح نختبر صفاته. أخيرا، السماء هي مكان العبادة الدائمة، وهيدي نقطة أخرى من الأمور يلي بيسيئوا للأسف كتار من الناس فهمها عبر الأجيال. الناس أساءوا فهم هالنقطة، والبعض فكروا إنه السما رح تكون مثل اجتماع الساعة 11 الميت وما في أي مهرب منه. اسمحوا لي شارككم باختبار شخص، وهو صديق بريطاني اسمه لورد ريدل. اسمعوا شو شهد وقال لما كان بعده شاب عم بيكبر بكنيسة من الكنائس الليتورجية. المبدأ، اسمعوا شو قال، هو قال مبدأ السما كان مخيف بالنسبة إلي أكثر من الجحيم بكتير. تخيلوا هالشاب، قال لأنه فكرت أنه السما رح تكون اجتماع الساعة 11 دايم وإجباري ما في مفر منه. وكمل، كانت الفكرة كابوس مرعب دفعتني أنه صير ملحد طيلة 10 سنين. اسمعوني يا أحبة، بعيدا عن الاجتماع الليتورجي الممل، اسمعوا شو قال التلميذ يوحنا برؤيا 19:1: سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا: هللويا، الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا. قادرين تتخيلوا؟ قادرين تتخيلوا ملايين المؤمنين من كل عصر، من كل جيل، من كل أمة، قديسين العهد القديم وقديسين العهد الجديد، الملائكة والموسيقيين عم بيعبدوا الله يلي هو بوسط السما نفسها. تخيلوا صرخات الهللويا والآمين عم تتصاعد بتناغم من المرنمين السماويين وعزوبة أصوات الأبواء السماوية. تخيلوا شو رح يكون روعة ورهبة هالوقت. بشعر بالأسى نحوكن أنتو المختارين الفاترين.
رح تقضوا وقت عصيب، رح تقضوا وقت عصيب. استعدوا للسما، تحمسوا. كان سي اس لويس رجل قادر انه يعبر عن الامور بكلمات قليلة. حقيقة انا بحسده على هالقدرة. وكان عم يتكلم عن السما وبعد الكبير عن ملل الاجتماع الساعة 11 وعم بيتكلم عن المؤمنين لما يوصلوا على السما وشو رح تكون مشاعرهم. هيدا اقتباس طويل، لكن اسمحوا لي اعطيكم العبارة الأخيرة، هي مذهلة. بيقول هونيك بالسما من دون أدنى شك رح تقولوا وأخيرا هيدا يلي أنا انخلقت من أجله. هل انخلقتوا من أجل السما؟ إذا لا فيكن تغيروا هالأمر اليوم. شكرا لمشاهدتكم هالبرنامج. يهديهم في الطريق هي خدمة من ضمن الكينغدوم سات